يوم بعد آخر الأمور تتضح وتقترب حكومة الأغلبية الوطنية من التشكيل. اليوم التحرك صار أسرع خاصة مع توجه الكرد والسنة إلى الحنانة معقل الصدريين، حيث حملوا مبادرة علها تحل عقدة المشهد السياسي الشيعي بين التيار والإطار. لكن زيارة الحنانة هي مو فقط للتفاهمات والتباحث وحتى الوساطة اللي يخص طبعا المشهد السياسي، بل فيها رسائل عديدة، منها رد الاتهامات التي كانت تطلق من قبل الإطاريين بأن هذه المكونات ساهمت بتفريق البيت الشيعي، إضافة إلى التأكيد سياسيا إلى أن الأطراف المتواجدة في الحنانة هي ذاتها ستصوت وتشكل الحكومة المقبلة وفق المعادلة الصدرية. في حين وبعد اجتماع اليوم أطلق السيد مقتدى قزقوصة فيها إشارات عديدة ومهمة، من التحذير بإيقاف عملية ترهيب الشعب العراقي والشركاء السياسيين، وأنه ماض في الأغلبية الوطنية، وأنه يرحب بالحوار مع المعارضة البرلمانية، في إشارة إلى الإطار الذي على مدى يومين أو أكثر يتحدث عن موقفهم ضمن خيارات عدة، منها المعارضة أو مقاطعة العملية السياسية، بمعنى النزول إلى الشارع وتحشيد الجمهور لإسقاط الحكومة فيما بعد. بالمقابل كل التفاهمات والتحركات السياسية تبقى عملية استعراض أو تبقى عملية الاستعراض فيها تنتظر يوم الفصل بيوم الجلسة الثانية للبرلمان الجديد، والذي سيكون الموضوع فيه ساخنا. ليش؟ لأن المرشحين لمنصب رئاسة العراق أو جمهورية العراق وصل عددهم إلى 25 شخصية، أبرزهم وشار زيباري وبرهم صالح. عاد هل ستمضي الأمور وفق معطيات الجلسة الأولى؟ بينما لابد أن نخلي بعين الاعتبار أن ائتلاف دولة القانون من ضمن الإطار التنسيقي طبعا مقدم دعوة قضائية أمام الاتحادية حول صلاحية الرئيس السن أو صلاحية رئيس السن، لكن شنو اللي ممكن أن تغير هذه القضية، أو شنو أيضا يمكن أن يغير القضاء العراقي بعد الدعاوى السابقة التي ردت على أصحابها؟